سيناريو تأثير سد النهضة على مصر والسودان لمن لا يعلم حجم الكارثة. ولكن قبل أن نبدأ أيها الأصدقاء، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ومفيد. سيؤدي تدمير سد النهضة بصورة تلقائية أو تفجيره إلى انحدار يقذف بنحو 73 مليار متر مكعب من هضبة شمال أثيوبيا من ارتفاع 4000 مترا فوق سطح البحر، ليغرق السودان ويجرف كل السدود، لتكون كمية الماء في بحيرة ناصر 207 مليار متر مكعب. سوف تقتلع السد العالي لتتحرك المياه بقوة دفع من ارتفاع 76 مترا. قوة الضغط المائي سوف تجرف المدن والقرى والطرق والكباري على ضفاف النهر، بالإضافة إلى تدمير 300 جزيرة بمجرى النهر، وذلك على امتداد مسافة طولها 1536 كيلومترا من الجنوب إلى الشمال، حيث يسير النهر في اتجاهات متعددة. سيتم تدمير الدلتا ويرتفع الماء بين فرعي دمياط ورشيد ما بين 15 إلى 20 مترا، وسيفني ذلك سكان الدلتا، وسوف تغرق الفيوم عن بكرة أبيها لأنها تنخفض عن سطح البحر بنحو 45 مترا، وستغطي المياه بها مساحة 1700 كيلومتر مربع بارتفاع يقترب من 50 مترا. عدد الغرقى سيتجاوز عشرات الملايين، وسيكون من المستحيل نقل ما يقرب 70 مليون مواطن في وقت واحد، علاوة على المشاكل في إمدادات الطاقة التي قد تلازم الأزمة. أضف إلى ذلك الدمار الذي سوف يلحق بالبيئة الزراعية والثروة الحيوانية والمصانع والمطارات والقواعد العسكرية في نطاق المياه المنحدرة. الخسائر قد تتجاوز عدة تريليونات، وقد تتفاوت الخسائر حسب وقت الانهيار لا قدر حسب كمية الماء ببحيرة السد العالي الذي سيتم تدميره مع انهيار سد الخراب الأثيوبي. سد النهضة بالنسبة لمصر والسودان هو سد يوم القيامة الذي يهدد بإفناء مصر والسودان عن بكرة أبيهما وتحويلها إلى بحيرة تحوم فوقها الطيور الكاسرة بحثا عن الجيف. ستعود مصر والسودان إلى عصر ما بعد الطوفان، أرض بلا حياة. تخيل كارثة كونية محلية في مصر والسودان فقط. أغمض عينيك واسرح بخيالك وتذكر مشاهد فيلم 2012. تصور مشاهد الفناء المرعبة، تصور يوم قيامة مصغر يضرب مصر والسودان فقط، تصور خرابا شاملا لا يبقي حجرا على حجر، تصور مشاهد مياه تجرف أمامها مدن وقرى وحياة، تصور أمواجا تكتسح المدارس والكباري والمنازل والمستشفيات وكل شيء. تذكر كيف غرقت الإسكندرية والبحيرة في مياه الأمطار، وتخيل المشاهد المرعبة. الاحتمال الأكبر هو أن ينهار السد الأثيوبي، وإلا فأرجو أن يفسر لي أحدهم لماذا تم بناؤه على بعد 40 كيلومترا تقريبا من الحدود الأثيوبية السودانية، وهو ما يعني أن أراضي أثيوبيا لن تتضرر تقريبا. سد النهضة هو سد نهضة شيطان الخراب الذي يفتح فمه وتلتمع أنيابه للانقضاض على مصر، هو سد يوم القيامة الذي سوف يفني مصر ويحولها إلى بحيرة ويشطبها من سجل الشعوب. وقد يكون الحل العسكري مقبولا ومطلوبا ولا غنى عنه قبل تخزين المياه في السد،
ولكن إن بدأ التخزين فقل على مصر السلام، وسيكون أمام مصر إما أن تفنى بالجفاف والمجاعة أو أن تفنى غرقا، بل سيكون على مصر وقتها أن تحافظ على سد الخراب الأثيوبي وتحرص عليه أكثر من حرص أثيوبيا نفسها عليه. وستضع مصر يدها على قلبها كلما ظهرت تغيرت في التربة الأثيوبية قد تؤدي إلى تصدع السد وانهياره. شكرا لمتابعتنا، ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو أفضل.